بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة كتاب الأحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: المقدمة الأولى، ذكر أهم الأدلة في السمع والطاعة للحاكم وتحريم الخروج عليه. والأدلة في الباب كثيرة يصعب حصرها، ولكن اقتصرت منها على ما يتعلق بموضوع هذه الرسالة لتكون أقرب للذهن والفهم عند الاستدلال والتقرير في ثنايا البحث، مكتفيا بسردها عن بيان فقهها مما سيظهر بعضه في المقدمة الثانية أو في صلب هذه الرسالة. نعم، هذه هي المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ناسب ذكرهما قبل البداية في الموضوع، لأن موضوع الكتاب كما تعلمون هو في سبر أحوال الحكام، وهاتان المقدمتان هما بمثابة التمهيد والتوطئة للدخول في الموضوع. المقدمة الأولى في ذكر أهم الأدلة في السمع والطاعة للحاكم تحريم الخروج عليه، هذا في بيان الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم. وقد اقتصرت يعني في هذه المقدمة على ذكر أهم الأدلة مما نحتاج إليه في ذكر هذه الأحكام وفي المقدمة الثانية، وأيضا اكتفيت بعرضها دون التنبيه على فقهها، لأن هذا سيأتي في أثناء هذه الرسالة، وذلك في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام، سيأتي التنبيه على هذه المسائل في أثناء العرض لهذا الموضوع. نعم. فمن هذه الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعن علي رضي الله عنه قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، اضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كما دل الإجماع على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وقال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال ابن بطال رحمه الله: والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فيظهر بهذا دلالة الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا أن يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم في معصية الله، كما لا يجوز منازعتهم والخروج عليهم إلا أن يكفروا كفرا بواحا عند علماء الأمة فيه من الله برهان ودليل واضح على أنه كفر بلا ريب. نعم، هذه هي المقدمة الأولى، وهي متضمنة ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تقرير هذا الأصل العظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. وهذا مما يدل على أن هذه المسألة مسألة نصية ليست اجتهادية. هذه مسألة مهمة ينبغي تنبيه عليها. السمع والطاعة لولاة الأمور ليست مسألة استنباطية يستنبط العلماء حكمها من الكتاب والسنة، بل ورد النص عليها في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وهذه أقوى أنواع الأدلة، وهو أن يدل الدليل على المسألة بنصه، بخلاف بعض المسائل التي يدل الدليل على معناها، لأن الدلالات كما تعلمون على قسمين: دلالات نصية ودلالات معنوية. فالدلالات النصية هي دلالة النص على المسألة بعينها وذكر المسألة في النص، والدلالة المعنوية هو أن يدل النص على معنى المسألة، وهذا معروف لدى طلاب العلم. فإذا هذه المسألة الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع، دلت عليها الأدلة بنصها
وجاء التصريح بالسمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، وهذا مما يدل على أن هذه مسألة عظيمة من المسائل التي وردت بها الأدلة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يخالف هذه المسائل، وكذلك لا يجوز لعالم أن يجتهد في مخالفة النص، كما ذكر العلماء لا اجتهاد مع النص. قد يأتي إنسان يقول دلت الأدلة وفي معناها على عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، يقال لا اجتهاد مع النص، دلت الأدلة على السمع والطاعة لولاة الأمور، وكل ما جاء في الكتاب والسنة إنما يدل على السمع والطاعة، فمن أشكل عليه شيء أو خفي عليه شيء فليرجع إلى هذه الأدلة الصريحة الواضحة البينة في السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. المقدمة الثانية: ذكر أبرز المسائل الشرعية في باب الإمامة المستنبطة من الأدلة وما قرره الأئمة. ومن ذلك أولاً، تنعقد الإمامة وتثبت أحكامها بأحد ثلاثة طرق. الطريق الأول البيعة، كما بايع الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنهم. الطريق الثاني استخلاف الإمام السابق، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما وانعقد الإجماع على جوازه. الطريق الثالث القهر والاستيلاء، فإذا تصدى للإمامة رجل مسلم وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين. فمتى تولى رجل على المسلمين بأحد هذه الطرق فهو إمام شرعي تثبت له أحكام الإمامة ويجب له السمع والطاعة. نعم، هذه المقدمة الثانية وهي في ذكر أبرز المسائل الشرعية في باب الإمامة، وتقرير هذه المسائل له طريقان: الطريق الأول الاستنباط من الأدلة، والطريق الثاني ما قرره الأئمة، وكلا المسلكين مسلك صحيح. فالاستنباط من الأدلة مسلك شرعي، فمن عرف النص وعرف دلالته وعرف ما يدل عليه فإنه ينبه على ما جاء فيه ليكون هذا أقرب للذهن وأدعى لفهم النص على وجهه، لأن بعض الناس قد لا يتنبه إلى المسائل التي دلت عليها الأدلة فتبرز وتبين. والطريق الثاني أن يقرر هذا العلماء وأن ينصوا عليه. وأول هذه المسائل وأعظمها وهي بمثابة الأصل لما بعدها طريق انعقاد الإمامة، تنعقد الإمامة وتثبت أحكامها بأحد ثلاثة طرق، وهذه الطرق يعني معروفة ودلت عليها الأدلة وهي مستقرأة من الأدلة ومن فعل السلف. وإنما قدمت يعني قدمت هذه المسألة لأنها هي الأصل في المسائل، ولأن أحيانا نناقش بعض المخالفين ونذكر له الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمر، هذا مر معنا في جلسات المناصحة، ويعني عندما نفاجأ بأن المخاطب يقول نعم كل ما ذكرتموه من الأدلة في السمع والطاعة لولاة الأمور صحيح وثابت ولا ننكر هذا، ونقر بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ونقر بتحريم الخروج عليهم، لكن هؤلاء ليسوا بأئمة، يعني نقض المسألة من أصلها، ليسوا بأئمة. لماذا؟ قال هؤلاء اغتصبوا الخلافة واغتصبوا الإمارة ممن قبلهم ولا سمع ولا طاعة لهم، أو يكفرهم ويقول أنهم بكفرهم قد انحلت بيعتهم. فلا بد أن يقرر للناس هذا الأصل، يعني كيف تثبت الإمامة؟ كثير من عامة الناس ومن بعض أهل الشبه لا يعرف هذا، إنما يعرفون من طريق تنصيب الإمام طريق واحد وهو ورود النص أو اجتماع أهل الحل والعقد، وأما ما عدا ذلك كالتغلب فكثير منهم
لا يعرف هذا الأصل. إذن لدينا ثلاثة طرق، كلها كل واحد منها طريق صحيح لتنصيب الإمام. فمتى ما ثبت تنصيب الإمام بأحد هذه الطرق الثلاثة فهو إمام بهذه الضوابط الشرعية، ويجب السمع والطاعة له. الطريق الأول البيعة، الطريق الأول البيعة كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فمبايعة أهل الحل والعقد لرجل بالخلافة والإمامة فإن هذا طريق صحيح، كما بايع الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في أن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت بالمبايعة بإجماع أهل الحل والعقد. وأما النص فلم يرد نص صحيح في مبايعة أبي بكر أو في التنصيص عليه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت هناك نصوص فيها إيماء وإشارة إلى استخلافه، كما في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا ليس فيه نص على أن الخليفة هو أبو بكر، لكن قال فأتي أبا بكر، فكأنه بمثابة الخبر يعني، وفرق بين الخبر وبين الأمر. فهذا فيه كأن فيه توجيه وإيماء إلى أن الخليفة هو أبو بكر الصديق. أما العهد من النبي صلى الله عليه وسلم فكما قالت عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بشيء، وفي آخر موته عليه الصلاة والسلام هم أن يكتب لهم كتابا ثم ترك هذا الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا دليل على أنه لم ينص على خلافة أبي بكر، ولكنه ترك ذلك لأنه علم، قال يأبى الله والمؤمنون، أي يأبى الله أن يتولى الأمة أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، وكذلك المؤمنون لا يمكن أن يولوا غير أبي بكر، وهذا ما حصل، فإن الله قضى بهذا الأمر لأبي بكر واجتمع الناس عليه واجتمع الصحابة رضي الله عنهم على استخلافه. فالصحيح أن بيعة الصديق ثبتت بمبايعة أهل الحل والعقد، ومبايعة الصديق رضي الله عنه بأن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني استخلاف الإمام السابق، استخلاف الإمام السابق وأن ينص الإمام السابق على من يكون بعده، كأن ينص الخليفة أو السلطان أو الحاكم أن يقول الخليفة أو الإمام أو السلطان بعدي هو فلان، أو أنه يرشح منصب في الدولة كما هو في بلادنا بمنصب ولي العهد، وهو من يتولى الخلافة أو الإمامة بعد ذهاب الإمام أو الملك أو الخليفة. فإذا نص الإمام على ذلك فإن بيعة هذا الإمام، فإن ثبوت الإمامة لهذا الإمام المنصوص عليه صحيحة. قال العلماء ولو أن الخليفة نص على أكثر من شخص فقال الخلافة بعدي لفلان ثم لفلان ثم لفلان ثم لفلان وسمى أناسا، فإن هذا كله صحيح وتدل عليه الأدلة، لأنه باستخلاف الخليفة السابق. والأمثلة من الأمثلة لهذا استخلاف أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وانعقدت خلافة عمر رضي الله عنه بهذا الطريق. الطريق الثالث القهر والاستعلاء والغلبة، وهو أن يتصدى للإمامة رجل فيغلب الناس بسلاحه أو بجنده ويكون بذلك إماما واجب الطاعة بتغلبه. والتغلب قد يكون بالسلاح وقد يكون بالجند وقد يكون بالجاه، مثل هذه الطرق الآن الموجودة في ما يسمى بالانتخابات، قد يتغلب رجل بجاهه فيجمع أصوات
ويجتمع الناس عليه أو أكثر الناس فينصب بهذا الطريق، هذا تغلب، لكنه بتغلب بجاهه وبحيث يعني كسب هذه الأصوات. وإن كنا في الأصل الشرعي أن هذه الطريقة، الطريقة المعروفة الآن بالانتخابات، هذه ليست الطريقة الشرعية، لأن الطريقة الشرعية هي مبايعة أهل الحل والعقد. وأما أن يكون لكل فرد من أفراد الأمة أن يكون له صوت، فهذا يعني أنه ستكون الغلبة لأكثر الناس، وأكثر الناس أهل جهل، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والفرق بين الانتخابات وبين الاستشارة لأهل الحل والعقد أن أهل الحل والعقد هم أهل العقول وأهل النضج وأهل العلم والفضل، فإذا تشاوروا فيما بينهم فلن يضيع الحق فيهم. وقد يكون هؤلاء عدد قليل، 100 رجل أو أكثر أو أقل، فإذا تشاوروا فيما بينهم لربما جعلوا أمرهم في رجل واحد منهم، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم. يعني لما أمر عمر أن تكون الخلافة في 6 نفر، ثم تنازل كل واحد منهم للآخر، ثم تنازل 2 للثالث، فبقي الأمر في عبد الرحمن بن عوف، هو الذي استشار الناس، ثم بعد ذلك نصب عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة. فهذا هو طريق الاستشارة والرجوع لأهل الحل والعقد. وأما الانتخابات هذه العامة فكل إنسان يعطى صوت. ولهذا أنا أضرب مثالا دائما أقول يعني الانتخابات، يعني ابن باز صوته يعادله صوت طفل أو امرأة، يعني انظروا عالم من علماء الأمة يكافئ صوته صوت امرأة. أنا لا يعني هذا انتقاص النساء، لكن أقول قد تكون مرأة حتى جاهلة أو رجل جاهل أو رجل يعني لديه شبه وبدع وفسق. فأما في مجال الاستشارة فمثل هذا العالم، لو جمع 100 عالم من العلماء معهم ابن باز لقالوا رأينا مع الشيخ عبد العزيز، فالعلماء يعرفون قدر العالم. وبهذا يظهر الفرق الكبير بين الانتخابات وبين تشاور أهل الحل والعقد. إذن هنا الطريق الثالث، وهو القهر والاستيلاء والغلبة بأن يتغلب رجل، فهذا تكون خلافته ثابتة بهذا الطريق. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن هذا المتغلب ما تغلب بجنده وسلاحه إلا لقوة، وهذا المتغلب هو أولى الناس بالخلافة وأقدر الناس على دحر العدو، لأن الذي تغلب على الناس هو أقوى الناس، فهو أولى بها بالإمامة من غيره وأقوى على الجهاد. الأمر الثاني أن هذا المتغلب لم يتغلب إلا بسلاح وجند، ولو نوزع وقوتل لأهلك الناس بعضهم بعضا، لأنه متغلب، فسيقاتله في مقابل هذا طائفة من الناس، ولربما قتلهم بجنده، فرجع الأمر إليه بعد قتال، فكونه يسلم له الأمر خير من أن ينازع. وقد ينازع ويقتل الناس بعضهم بعضا، فمن هنا جاء الشرع بتغليب أعظم المصلحتين، وهو كون رجل يتغلب، هذا هو الأولى بالخلافة لهذه المقاصد الشرعية العظيمة التي فيها حقن للدماء وفيها تسكين للفتن وفيها أيضا تحقيق للمصلحة الشرعية في أن هذا الرجل يكون أقدر على الجهاد من غيره. نعم. ثانيا، طاعة الإمام من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيته من معصية الله ورسوله. والمؤمن يحتسب الأجر في طاعة الإمام كما يحتسب الأجر في طاعة الله ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. نعم، هذه المسألة الثانية
وهو أن طاعة الإمام من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيته من معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يحتسب الطاعة، طاعة الإمام يحتسب أجرها عند الله، ويدخر ذلك لنفسه عبادة لله. هذه مسألة يحتاج أن تقرر للأمة، لأن كثير من العامة ومن أشباههم ومن أهل البدع يرون أن السمع والطاعة للإمام مداهنة، وأن السلفيين في السمع والطاعة لولاة الأمور يداهنون من أجل الدنيا، ويداهنون من أجل الحصول على الكراسي والمناصب، مع أن أهل السنة والجماعة وأهل العلم منهم هم أبعد الناس عن طلب هذه الأمور، فإنهم يزهدون فيها ولا يرغبون في المناصب ولا في الكراسي، ويرون أن منصب العالم في الدعوة إلى الله أعظم من هذه المناصب. هذه نظرة العلماء، يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال له رجل يعني من الأمراء في وقته، قال: أنتم تحسدوننا على هذا الأمر. فقال له: لو أن الملوك وأبناء الملوك يعلمون ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف، نحن الذي عندنا أفضل من الذي عندكم، نحن منصبنا شرعي ديني، لا ينتزع هذا المنصب ما دام العالم باقي على وجه الأرض، ما يستطيع أحد أن ينتصب، أن يعزل العالم عن العلم. يقول: عزل العالم فأصبح عاميا. ما سمعتم بهذا؟ ما يحصل في التاريخ. العالم عالم، بل جاءت بشارة لأهل العلم أن الله لا ينتزع هذا العلم من صدور العلماء انتزاعا، حتى رب العالمين لم يقدره كونا أن ينتزع العلم من صدور العلماء، ولكن انتزع العلم بموت العلماء. وأما المناصب فكل يوم تسمعون في الأخبار: عزل الوزير الفلاني ونصب فلان، هذا موجود. فإذا أهل السنة ينظرون نظرة بعيدة لهذا الأمر، أن منصب العلم أعظم منصب، ونفعه عظيم وأجره عظيم، ولا ينظرون يعني نظرة أهل البدع وأهل الدنيا لهذه الأمور، ويفعلون ما يفعلون طلبا لها، بل يرون أن منصب العالم أعظم من المنصب الإداري الذي يتولاه يعني هؤلاء. لكن عندما يرون السمع والطاعة لولاة الأمور يرون أن هذه عبادة لله عز وجل، وهذا الأمر ليس هو قول عالم، وإنما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن هذه ليست قول هذه المسألة ليست قول عالم، وإنما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال رجل منا الآن ولم يثبت هذا الحديث: من أطاع الأمير فقد أطاع الله، لقالوا هذا أكبر المداهنين، أكبر المداهنين، كيف من أطاع الأمير فقد أطاع الله؟ لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث يعرف عند علماء المنطق بمقدمات، والنتيجة أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الله، هذه النتيجة. فإذا طاعة الأمير طاعة لله ولرسوله، ومعصية الأمير معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة أهل السنة للسمع والطاعة لولاة الأمور كما دل عليها الحديث، ليست مداهنة ولا لطلب مناصب ولا لأمر من أمور الدنيا، بل يعدون هذا عبادة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بها. ثالثا: يطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، ولا يعارض ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، بل الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحاكم فيطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله، وأوامر الإمام ليست تشريعا، ففيها الصواب والخطأ.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فذكر الله فعل الأمر أطيعوا في طاعة الله ورسوله، ولم يذكره في طاعة ولاة الأمر، وإنما جعلها معطوفة على طاعة الله ورسوله، ففرق بين الطاعة المطلقة لله ورسوله والطاعة المقيدة للإمام، وأمر برد التنازع بعد الأمر بطاعة ولاة الأمر إلى الله ورسوله تأصيلا للمعنى السابق، والله أعلم. نعم، هذه مسألة مهمة، أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة لا ترجع إلى أمر، غير أن الأدلة دلت على أن كل ما أمر الله به فإن العبد يطيع ربه دون النظر في هذا الأمر، بل هذا هو أصل التشريع، إذا أمر الله بشيء فدل على وجوبه إذا كان الأمر على سبيل الوجوب، وإذا أمر به على سبيل الندب فهو مندوب. كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر بشيء وجبت طاعته، ولهذا نقول أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، يعني هي مستقلة بنفسها، لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى نظر، ولا يعارض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأمور الأخرى، فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بآية من كتاب الله، أو يعارض القرآن بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الإجماع أو بالعقل، بل إن الله عز وجل إذا أمر بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه يجب الطاعة والامتثال إذا دل الدليل على ذلك. وأما الحاكم فيطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله، فطاعته ليست مستقلة وإنما هي تابعة لطاعة الله. ومن هنا تدركون الحكمة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا عندما كرر الأمر بالطاعة، فعل أمر وأطيعوا، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هنا ذكر الأمر بالطاعة في طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال والرسول، قال وأطيعوا الرسول. ولما ذكر ولاة الأمر لم يقل وأطيعوا ولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، عطفا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يطاع في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على هذا العلماء. وهذا مما يدل كما ذكرت سابقا أن هذه الأدلة تحتاج إلى فهم والرجوع إلى كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه الفوائد العزيزة والتي يستنبط منها الأحكام. فعرفنا أن الله عز وجل عندما ذكر الفعل في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الطاعة هنا استقلالية ولا ينظر معها إلى شيء آخر، وأما ولي الأمر فإنه يطاع في طاعة الله، فينظر إلى أمر ولي الأمر، فإذا وافق الشرع فإنه يطاع، وإذا خالف الشرع بحيث يأمر بمعصية أو يأمر بترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. رابعا، السمع والطاعة للإمام إنما شرع لمصلحة الأمة، ولذا أمرت الأمة بالسمع والطاعة له في المنشط والمكره، واعتبار قوله عند الاختلاف في الاجتهاد كما سيأتي، والصبر على ظلمه وجوره، وتحريم الخروج عليه مع فسقه، وما ذلك إلا لما يعود على الأمة من النفع العام بالسمع والطاعة له المتقدم على المصالح الخاصة، سواء كانت في حق الإمام أو بعض أفراد الرعية. وهذا ظاهر من أصول الشريعة التي لا يمكن أن تتقدم فيها مصلحة رجل واحد أو أكثر على مصلحة الأمة بأجمعها، بل من القواعد المقررة في هذا الدين أن المصالح العامة
مقدمة على المصالح الخاصة. يقول الشاتبي رحمه الله: إن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة. ولهذا يتبين أن السمع والطاعة للإمام نفعه عائد إلى الأمة، فبه يقوم أمر الدين ويصلح حال الدنيا، وأن الخروج على الحكام ليس نكاية بالحكام كما يظن الجهلة، وإنما هو جناية على الأمة وتعطيل لمصالحها الدينية والدنيوية. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. وقال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم، ولا صرات إذا جهالهم سادوا. نعم، هذه مسألة عظيمة من المسائل المهمة دلت عليها الأدلة، وهو أن السمع والطاعة لولاة الأمر إنما شرع لمصلحة الأمة وليس لمصلحة الحاكم، فإن النفع الحاصل بالسمع والطاعة لولاة الأمر إنما نفعه للأمة، والخلل في هذا الباب ضرره على الأمة. وهذا أمر معروف لكل من عرف قواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة جاءت بتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، فلا يمكن في حكمة الله وفي شرع الله أن تقدم مصلحة رجل على ملايين. يعني الآن بعض الحكام يحكم بلد من بلاد المسلمين، يعني المسلمون الذين يحكمهم ملايين من البشر، فكيف يكون في حكم الله وفي حكمة الله أن تقدم مصلحة رجل وتعطل مصالح ملايين من الأمة؟ ما يعقل هذا. إذن هذا دليل على أن السمع والطاعة لولي الأمر ليس لمصلحة عائدة إلى الإمام، وإنما مصلحة عامة لعموم الأمة. وهذا ما أيضا ذكره الإمام الشاطبي، يعني في أن الشريعة إنما جاءت بالمصالح العامة وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. قال: بدليل النهي عن تلقي السلع. تلقي السلع يعني عندما يؤتى بالسلع من خارج البلد من أهل القرى والذين يعني لديهم ثمار، أو رجل يعني يأتي ببضاعة من الخارج، تلقي السلعة قبل وصول السوق فيه مصلحة لذلك المتلقي، وقد تكون مصلحة لذلك البائع بأن لا يدخل السوق ويختصر الوقت، فهذا ينتفع وهذا ينتفع، لكن هذا يعارض مصلحة الأمة فمنع منه. لماذا؟ لأن وصول السلعة إلى السوق مما يحصل به نفع للناس، ويحصل للناس أن تصل كل السلع التي يراد بيعها للسوق، وبذلك ترخص الأسعار، وكما يقال يكثر العرض فيقل الطلب وترخص الأسعار. وأما تلقي الركبان قبل وصول السلع فإن هذا سيحجر على أهل البضائع أن يصلوا إلى الأسواق، ثم يستحوذ عليها التجار، ثم بعد ذلك يقومون ببيعها بأسعار غالية. فهذا نهى عنه الشارع لما فيه من مصلحة العامة وإن كانت فيه مصالح خاصة. كذلك بيع الحاضر للباد، يعني بيع الحضري وهو صاحب القرى للبدوي. قال العلماء أن الحكمة من ذلك أن الحاضر يعلم أسعار السلع ويرفع السعر، وقد يكون رجل من البادية يبيع بضاعته برخص وينصرف، فيحصل للناس ضرر أن لا تصل هذه السلعة من المزارع أو ذلك البدوي أو ذلك المزارع، حتى يعني ينتفع الناس بوجود هذه السلع التي يأخذونها مباشرة من هؤلاء. ولهذا يتبين أن السمع والطاعة لولاة الأمر يعني لا يمكن أن تكون لمصلحة خاصة، وإنما هي لمصلحة عامة.
وكذلك يعني ما يظنه بعض الجهلة، يعني عندما يعني يحصل مثلا مناصحة للإمام ولا تحصل استجابة، فيقول بعض الناس يعني صبرنا وأمرنا ونهينا وما حصلت استجابة وما بقي إلا الشدة والخروج، فيظن أن هذا الأمر نكاية بالإمام، يظن أنه إذا فعل ذلك ينتقم من الإمام وهذا نكاية به، وما عرف هذا الجاهل أن هذا مفسدة عظيمة للأمة. فهذه المسألة ينبغي أن تعرف أن الخروج على الحكام ليس نكاية بهم، وإنما هو تعطيل لمصالح الأمة. هذه المسألة ينبغي أن يعيها وأن يدركها الناس، وأن هذه المصلحة هي مصلحة الأمة ليست مصلحة الحاكم، كما ذكرنا في مسألة المظاهرات قالوا أذن بها الحاكم، لو أذن بها الحاكم لا نطيعه. لماذا؟ لأن السمع والطاعة لولي الأمر لمصلحة الأمة، وهيبة السلطان لمصلحة الأمة. فإذا قال للناس أنا أذنت لكم بالمظاهرات وأذنت لكم بالتشهير بي على المنابر لا نسمع ولا نطيع له، لأن هذا ضرره علينا ليس عليه، سيضعف السلطان ويتجرى علينا أهل الفجور والظلم والبغي ويعتدي الناس بعضهم على بعض بضعف هذا السلطان، ولهذا هذا من ضعف السلطان أن يجرئ الناس عليه، وإلا فالسلطان ينبغي أن يكون مهيبا حتى يقود الأمة، يزجر الظلمة والفجار وأهل الظلم والبغي ويقيم العدل بين الناس. قال عمر رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. لاحظوا هذا التدرج، لا إسلام إلا بجماعة، يعني لا يمكن أن يكون هناك دين إلا بجماعة. هذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها هؤلاء الذين يدعون إلى الفرقة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا يمكن أن تقوم جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فرجع الأمر أنه لا يمكن أن يقام الدين إلا بالطاعة لولاة الأمر. كذلك هذا البيت المشهور عن الأفوة الأودي قال لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، يعني كل هذا تقليل لما تقدم، وهو أنه لا يمكن أن يصلح الناس فوضى ليس لهم أمير وليس لهم يعني إنسان يقوم عليهم، ولا أيضا يصلح يعني حالهم إذا ساداهم أهل الجهل وتقدموا، وإنما يسوسهم أهل العلم والعقل الذين تنتظم بهم أمور الأمة. نعم. خامسا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الإمام فقال من كره من أميره شيئا فليصبر، وأخبر عن حال الخارج عليه فقال فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. ويأمر دعاة الفتنة في هذا العصر بالخروج على الأمير ويخبرون بأن في الصبر عليه الخذلان والهوان، فليتخير المؤمن من يطيع ويصدق. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الإمام، هذه مسألة عظيمة من المسألة التي دل عليها الشرع، وهو الصبر على الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، قال فليخرج ولا قال فليصبر؟ قال فليصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نكره شيئا، والكراهية هنا كراهية دينية شرعية، يعني ليست كراهية طبيعية، معروف أنه ليس كل من كره على الإمام شيء بحكم طبعه، هذا معروف لدى العقلاء أنه لا يبيح له الخروج، لكن المقصود الكراهية هنا شرعية، يعني نكره منه بدعة، نكره منه معصية، نكره منه فسوق. قال فليصبر. وأخبر عن الخارج عن الإمام قال فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، يعني هذا فيه ترغيب وترهيب، فيه أمر ونهي، أمرنا بالصبر على الإمام
وأخبر أنه من خرج على السلطان فمات ميت جاهلية، يأمر دعاة الفتنة في هذا العصر بالخروج على الأمير، ويخبرون بأن في الصبر عليها الخذلان والهوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في الصبر عليه الطاعة والإيمان، ثم بعد ذلك العقل يختار لنفسه هل تطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من كره من أميره شيئا فليصبر، أو تطيع دعاة الفتنة الذين يقولون من كره من أميره شيئا فليخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في الصبر على الإمام الطاعة والإيمان والتقوى، وهؤلاء يقولون الصبر خذلان، والصبر مداهنة، والصبر طلب للدنيا. فهنا افتراق طرق، إما أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه، وإما أن يطيع الإنسان هؤلاء. نعم. سادسا، إن قصر الحاكم في أداء حق الرعية فلا يجوز لهم التقصير في أداء حقه عليهم في الدنيا، وأما يوم القيامة فكل مسؤول عن واجبه، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأله: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أنه إن قصر الحاكم في أداء حق الرعية فلا يجوز لهم التقصير في أداء حقه، هذه قاعدة في كل المعاملات مع الحاكم ومع غيره، إذا قصر الحاكم في حق الرعية فلا يجوز لنا أن نقصر في حقه، وهذا يقال في كل المعاملات، إذا قصرت الزوجة في حقك فلا تقصر في حقها الشرعي، وكذلك الزوج إذا قصر في حق الزوجة لا يجوز له أن تقصر في حقه. الآن بين الرجال والنساء ويحصل بين الزوجين من الخلاف، يقول هي لم تؤدي حقي وأنا لن أعطيها حقها، لا، أدي الحق الذي عليك واتق الله فيما أمرك الله عز وجل به، ولا تقابل التقصير بالتقصير. كذلك الآن الأرحام وصلة الأرحام، بعض الناس يقطع رحمه، تقول لي ما قال هو الذي قطعني، قطعك لا تقطع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المواصل بالمكافئ. بعض الناس الآن يخرج عن ولاة الأمر ولا يسمع ولا يطيع، تقول له لما قال هو مقصر، هذا يعصي الله، طيب إن عصى الله لا تعصي الله فيه، هو سيحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه المسألة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها عندما سئل من سأله قال: يا نبي الله، يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ هذه هي المسألة. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا حتى إذا منعوكم حقكم. ثم ذكر قاعدة، هي القاعدة التي ذكرنا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أنتم عليكم حمالة ستسألون عنها وهم عليهم حمالة، كما جاء في الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هم سيسألون عن واجبهم يحاسبون عليه يوم القيامة، وأنتم ستسألون عن واجبكم وتحاسبون عليه يوم القيامة، فأدي الحق الذي عليك، وإن قصر من أمر بحق لك فلم يعطك الحق فإنه سيحاسب عليه يوم القيامة، لكن أنت أدي الحق الذي عليك. نعم. سابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة الحكام في قوله: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، ثم أخبر عن مواقف الناس منها فقال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فذكر أربعة مواقف مع بيان أحكامها: الأول كاره بريء،
وهو من كره المخالفة بقلبه وعجز عن الإنكار بلسانه فهو بريء من فعلها معذور في عدم إنكارها في الظاهر. الثاني منكر سالم، وهو من أنكر المخالفة بحسب استطاعته فهو سالم من فعلها ومن ترك إنكارها. الثالث راض مؤاخذ، وهو من رضي بها من غير أن يفعلها فهو مؤاخذ بالرضا بها دون الفعل. الرابع متابع آثم، وهو من تاب عليها، والمتابعة المبالغة في الموافقة وتستلزم الموافقة في القصد والفعل، فهو شريك لفاعلها في القصد والفعل والإثم. نعم، هذه مسألة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الحكام سيحصل منهم أشياء يعرف بعضها من الدين وينكر، وهذا دليل ورد على شبهة. بعض الناس الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، يقول الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم هم الخلفاء الراشدين، هؤلاء هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للخلفاء الراشدين لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأما هؤلاء الحكام الذين غيروا وبدلوا لا يدخل هؤلاء في من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. نقول كأنك لم تطلع على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستعمل عليكم أمراء، وقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الشرع لو لم يرد هذا النص معلوم أنه صالح لكل زمان ومكان، فلا يجوز أن تحصر الأحكام الشرعية على عصر من العصور، بل الدين صالح لكل زمان ومكان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أنه يحصل من هؤلاء الحكام أشياء تنكر، قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، هذا حال الحكام. ثم بين حال الرعية من هؤلاء الحكام الذين قد تصدر منهم مخالفات، فقال فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لاحظوا ضوابط شرعية ينبغي الوقوف عندها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مواقف للناس من هذه المخالفة التي تصدر من الحاكم. قال في الأول فمن كره بريء، هذا كاره بريء، وهو من كره المخالفة بقلبه وعجز على الإنكار بلسانه فهو بريء من فعلها معذور في عدم إنكارها في الظاهر. لماذا؟ لأنه عاجز، والإنكار بالقلب هو مرتب مراتب إنكار المنكر، إذا لم يستطع أن ينكر بيده ولا بلسانه ينكر بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فهذا الرجل كره بقلبه، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء. بريء من ماذا؟ بريء من المخالفة لأنه أنكرها، لأنه أنكرها بقلبه، وهو معذور في إنكارها في الظاهر لأنه أنكر بحسب استطاعته. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني منكر سالم، قال ومن أنكر فقد سلم، ومن أنكر فقد سلم، هذا المنكر السالم، وهو من أنكر المخالفة بحسب استطاعته فهو سالم من فعلها ومن ترك إنكارها. أنكر، والأول كره، فالأول أنكر بقلبه معذور بلسانه فهو بريء، ولكن هذا سالم، يعني وهو فوق البريء، هذا بريء من المخالفة، ولكن هذا سلم من المخالفة لأنه أنكرها بقلبه وأنكرها بلسانه وبحسب استطاعته فسلم منها ومن ترك إنكارها. والثالث راض مؤاخذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع،
فهنا الراضي المؤاخذ وهو من رضي بها من غير أن يفعلها، لأن لاحظوا الآن الرضا بالمعصية لا يستلزم فعلها، فقد يرضى بعض الناس بالمخالفات ولا يفعلها، فهذا مؤاخذ، مثل بعض الخوارج الذين لا يخرجون ولكن يرضون بالخروج، يعني إذا سمع خارجي خرج على الإمام تجد قلبه منشرح ويفرح بهذا وراضي بهذا الفعل، هذا شريك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رضي وتابع. فالرضا بالمخالفة مؤاخذ صاحبها، مثال ذلك في مجلس واحد، فإنسان تكلم في غيبة ونميمة، تكلم في رجل غائب، أو أنه شاع بين رجلين على وجه الإفساد بينهما وهو ما يعرف بالنميمة، يحضره اثنان، أحد الرجلين أنكر بقلبه ولم ينكر بلسانه خشية فتنة أو أمر آخر، هذا بريء. وفيه رجل آخر حضر هذا المجلس وصدره منشرح بهذه الغيبة، وأحيانا يبتسم وأحيانا يظهر السرور، ها؟ لماذا؟ لأنه يكره ذلك الرجل الذي يعني وقعت عليه الغيبة، هذا راضي، ما أنكر بقلبه ولا بلسانه. وقد يوجد ثالث ينكر بقلبه ثم ينكر بلسانه، ففرق بين الراضي وبين الذي يكره بقلبه. الرابع متابع، قال: ولكن من رضي وتابع. لهذا أخذنا من هذه الكلمة حكمين: الأول منزلة الرضا بالمخالفة من غير متابعة، فهو شريك لصاحبها في القصد غير مؤاخذ بالفعل، لكنه مؤاخذ بالرضا بالمخالفة، فهو مؤاخذ بالرضا دون الفعل. والثاني متابع، يعني يرضى بالمخالفة ويتابع عليها، مثل حاكم يأمر بالبدعة فيرضى بالبدعة ويتابع عليها، يفعل البدعة أو المعصية بدعوى أن الحاكم أمر بها، فهذا متابع آثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. فهذا دليل على أن الأمة لن تؤاخذ بمخالفة الإمام، فمنهم من يكره بقلبه هذا بريء، ومنهم من ينكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية فهذا سالم، ولكن الحذر من الرضا بهذا الفعل، وهذه مرتبة، والأشد من أن يرضى ويتابع على هذه المخالفة. إذن هذه ضوابط شرعية دل عليها النص في مخالفة ولاة الأمر. ثامنا التلازم بين الخروج على الإمام ومفارقة جماعة المسلمين، فالإمام إنما صار إماماً بمبايعة الجماعة، فالخروج عليه مخالفة لهم، والجماعة لا بقاء لها إلا بإمام. وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه: لا جماعة إلا بإمارة. ولذا جاء الجمع بينهما في النصوص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، من المسائل المتعلقة بهذا الباب التلازم بين الخروج على الإمام ومفارقة الجماعة، يعني هنا تلازم بين الخروج على الإمام ومفارقة جماعة المسلمين، وهذا ظاهر، فالإمام إنما صار إماماً بمبايعة الجماعة، فإذا خرج عليه فارق الجماعة، فالخروج عليه مخالفة لهم، والجماعة لا بقاء لها إلا بالإمام، الجماعة لا بقاء لها إلا بالإمام كما قال عمر: ولا جماعة إلا بإمارة. وهذا ورد به النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. لاحظوا كيف عطف مفارقة الجماعة على الخروج من الطاعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية.
في حديث حذيفة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. لاحظوا التلازم بين لزوم الجماعة والسمع والطاعة للإمام، والتلازم بين الخروج ومفارقة الجماعة. بعض الناس يقول أنه ما خرج، قل أنا ما خرجت لكنه فارق جماعة المسلمين. فمفارقة جماعة المسلمين بأن يفارقهم ببدنه أو برأيه. كيف يفارقهم ببدنه؟ أن ينعزل في وادي أو في شعب من الشعاب ويقول لا أخالط الناس، أنا لن أخرج لكني لن أبقى في هذا البلد. وبعض الجهل الآن يحتج ببعض النصوص أنه يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يتبع بها شغف الجبال. يقول هذا هو الزمن الذي أمرنا بأن نأخذ الغنم ونذهب إلى رؤوس الجبال. شاعت الفتن وشاعت البدع ولا خير في البقاء في الجماعة. هذا جهل، هذا جهل، ليس هذا هو الزمان. الزمان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة الناس إذا تعددت الفرق، كما جاء في حديث حذيفة قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فرق متناحرة. وأما إذا وجد إمام في بلد من بلاد المسلمين ليست هناك فرق، هناك إمام وفي مساجد والناس يصلون ويصومون، فالزم هذه الجماعة. فبعض الناس يقول أنا ما فارقت، أنا ما خرجت على الإمام لكني أنا اعتزلت في وادي أصوم وأصلي. نقول فارقت الجماعة، وهذا يستلزم الخروج على الإمام، لأن هؤلاء الجماعة هم الذين لزموا الإمام، وأنت الآن خالفت الجماعة وفارقت الجماعة والإمام. بعض الناس يقول هذا الرجل الآن ما ضرره على الأمة، يعني رجل أخذ غنم وذهب إلى رأس جبل يعبد الله، كفى الناس شره. نقول لا، هذا الرجل هذه مرحلة من مراحل استدراج الشيطان له. أول غرس الشيطان في قلب هذا الرجل زين له أنك أفضل الناس، الناس كلهم هؤلاء اللي يصلون في المساجد يعبدون الله في المدن هؤلاء مقصرون في دينهم، وأنت خير الناس، أصبحت تعبد الله أمة لوحدك مثل إبراهيم. ها، يكفي أن يغرس الشيطان العجب في قلب الرجل فيظن أنه أفضل الناس. ولهذا إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. الشيطان لن ينتهي عند هذه المرحلة، سيأتي في ليلة من الليالي في رؤيا ويقول له أنت المهدي. ها، ايش رأيكم في هذه منزلة؟ ها، أول هو أفضل الناس، أنت الآن المهدي، أنت المهدي المخلص للناس المصلح للناس إذا فسد الزمان. إذا كان المهدي ماذا سيفعل المهدي؟ سيخرج حتى يبايع عند بين الركن والمقام كما حصل من جيمان وجماعته. جاءهم الشيطان لبس عليهم قال المهدي فيكم، واستباحوا البلد الحرام ودخلوا المسجد الحرام ومنعوا الناس من الصلاة وقالوا المهدي فينا. فهذه مرحلة من مراحل الشيطان، سيأتي يقول له المهدي، ولربما قال له أنت رسول الله، ولربما جاء الشيطان وقال أنت رب العالمين. وكل هذه المراحل حصلت لأناس قبلنا، لبس عليهم الشيطان في الرؤى والمنامات حتى أورثهم الكفر والخروج من الدين، ليست البدع فقط. رجل يدعي الرسالة، يدعي الألوهية، فهذا نزغ من الشيطان. أما صاحب العلم يعلم أن هذا استدراج من الشيطان، هذا استدراج من الشيطان. ولهذا لزوم الجماعة خير، تبقى في الناس تصوم وتصلي وتعبد الله ما دام هناك مساجد يؤذن فيها ومجتمع فيه مسلمون يصومون ويصلون ولهم إمام، فهذه الجماعة إلزمها. لكن إن رأيت مخالفة من الإمام أو من الناس دع هذه المعصية
وإلزم طاعة الله. وإن من الله عليك بعلم فانشر هذا العلم في الناس، خير من أن تعتزل. لو أن العلماء اعتزلوا في بيوتهم يصومون ويصلون، كيف يعرف العلم؟ كيف ينتشر العلم؟ العلم لا ينتشر إلا بالعلماء. فمن كان لديه علم فنشره للعلم خير من اعتزاله. ولهذا العلماء الذين يعني تكلموا في مسألة العزلة في آخر الزمان، أيهما أفضل، العزلة أو المخالطة؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم والدعوة إلى الله خير من اعتزال الناس. قالوا لأن هذا الذي رضيه الله لأنبيائه ورسله، ما أوحى الله للرسل أن اعتزلوا في الجبال وفي الصوامع تعبدون الله، وإنما أمرهم بمخالطة الناس والدعوة إلى الله والصبر على أذى الناس حتى بلغوا هذه المنازل. فهذا الذي رضيه الله لأنبيائه ورسله، فكيف لا يرتضيه المسلم لنفسه؟ نعم. تاسعا، التنظير بين جوابي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخروج على الحكام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، وقوله في حديث أم سلمة رضي الله عنها: لا ما صلوا، دليل على كفر تارك الصلاة وأنه من الكفر البواح. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه الله: هذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقمها فقد أتى كفرا بواحا. نعم، المسألة التاسعة التنظير، ومعنى التنظير هنا المقارنة بين مسألتين، وهذه من طرق العلم وهو المقارنة بين نص وآخر. فالمقارنة تظهر فيها فوائد بين جوابي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخروج على الحكام في حديث عبادة بن الصامت بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: لا ما صلوا، يعني لا تخرجوا عليهم ما صلوا، يعني دليل على أن ترك الصلاة أنها من الكفر البواح. وهذا نبه عليه السماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال: هذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقمها فإنه أتى كفرا بواحا. قيل الكفر البواح هو البائح المنتشر، ولأن ترك الصلاة لا يكون إلا بأن ينتشر هذا في الناس، لأن الصلاة تؤدى في جماعة، فمن تركها فكفره بين ظاهر. وهذه من الأدلة التي يستدل بها على أن ترك الصلاة أنه من الكفر. نعم. عاشرا، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية للترمذي: وإن عبد حبشي، فيه دلالة على ثبوت الإمامة وأحكامها بالغلبة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تأمر عليكم. فقوله تأمر أي بنفسه من غير اختيار له، وقد جاء مصرحا به في حديث آخر: من تأمر عليكم من غير مشورة. وفي قوله عبد وحبشي دلالة لعدم اعتبار شروط اختيار الإمام في حق المتغلب، بل يطاع بتغلبه وإن فقد بعض شروط الإمامة، فالعبد فاقد لشرط الحرية والحبشي فاقد لشرط القرشية. قال النووي رحمه الله: فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك. نعم، المسألة العاشرة
مأخوذة من حديث العرباض بن سارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية للترمذي: وإن عبد حبشي. فيه دلالة على ثبوت الإمامة وأحكامها بالغلبة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم. لاحظوا الفرق بين تأمر وأمر، يعني تأمر هو بنفسه، وهذا ما جاء مصرحا به في حديث آخر: من تأمر عليكم من غير مشورة. فهذا الحديث في حكم المتأمر الذي تأمر من غير أن يؤمر ومن غير مشورة. ومما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تأمر عليكم عبد حبشي. شروط الإمامة في حال السعة أن يكون قرشيا وأن يكون حرا، فكيف يقول تأمر عليكم عبد حبشي؟ عبد ليس بحر، حبشي ليس بعربي ولا قرشي. فيلاحظ هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تأمر عليكم عبد، فالعبد فاقد لشرط الحرية، والحبشي فاقد لشرط القرشية وهو أن يكون قرشي. وهذا مما يدل على أن هذا الحديث في حكم التغلب، في حكم التغلب، وأن الإنسان إذا تغلب عليه العامة المسلمين في مجتمع، إذا تغلب عليهم من فقد بعض شروط الإمامة فإنه يسمع له ويطاع. قال الإمام النووي: فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول قال أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة بالاختيار، وهذا في حق المتغلب وهو من قهر الناس، هذا الذي يعنينا من كلام الإمام النووي. الوجه الثاني قال أنه ليس في الحديث أن يكون إماما، لكن قد يكون في إمارة خاصة، لكن الذي يعنينا هو الجانب الأول، أنه قال أن هذا يكون من غير اعتبار لهذه الشروط في حال الغلبة، في حال الغلبة. وهذا مما يدل على أن المتغلب إذا فقد شرطا من شروط الإمامة فإنه يطاع. ما هي الشروط؟ الشروط أن يكون حرا، فلو تأمر عبد نسمع ونطيع. الشرط الثاني القرشية، يكون قرشيا. إذا تأمر علينا غير قرشي كما هو حاصل الآن في كثير من بلدان المسلمين، لا يأتي جاهل الآن يقول الإمامة في قريش لا نسمع ولا نطيع. من الشروط العدالة، لو تأمر فاسق، قال بعض الناس هذا فاسق لا سمع ولا طاعة له، نقول متأمر. من الشروط أن تكون الإمامة في رجل، تغلبت امرأة، يأتي بعض الناس قال لا سمع ولا طاعة له، هذه امرأة قلنا متغلبة، فقدت لشرط الإمامة أحد شروط الإمامة وهي الذكورة. ولهذا لما سئلت من قديم عن تغلب امرأة فبينت أن تغلب المرأة كتغلب الفاسق، لأن المرأة فقدت شرط الذكورة، والفاسق فقد شرط العدالة، والعبد فقد شرط الحرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ففي معناها وإن تغلبت عليكم امرأة أو تغلب عليكم فاسق، لأن هذا يرجع إلى مصالح العامة، وهو كما ذكرنا أن المتغلب سواء كان رجل أو امرأة لا يمكن إزالته إلا بفتنة عظيمة، فالصبر مع المناصحة خير من المنازعة، وأن تورث الأمة فتنة بهذا الأمر. نتوقف عند هذا، وبعد الفراغ من هاتين المقدمتين ونسمع من الإخوة فيما بقي من الوقت، سنترك مجالا أوسع إن شاء الله في الدرس القادم، لكن استمررنا في القراءة نظرا لارتباط الموضوع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نحرم الديمقراطية ثم نطيع الحاكم الناتج عن الديمقراطية؟
أولا نحن ما قلنا نطيع الحاكم بالديمقراطية كما قال السائل، إنما نطيعه بنص شرعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فينبغي الفقه. نحن ما يعني قلنا أنه يطاع للديمقراطية، وإنما نقول يطاع للنص: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ويعني كما يقال: أزيد السائل من الشعر بيتا. الآن الخروج على ولي الأمر، لو رجل خرج على ولي الأمر، ما حكم الخروج على ولي الأمر؟ محرم. لكن لو خرج رجل على ولي الأمر، هل نقر هذا الخروج؟ لا نقره، ونقول هذا حرام ولا يجوز. لكن تغلب هذا الخارج وغلب الأول وأصبح إماما وكسر الإمام السابق وأصبح متغلبا على الأمة، نسمع ونطيع له، مع أن كنا ننكر عليه الخروج، لكن إذا تغلب تحقق فيه الشرط. إذن هنا ينبغي الفقه. ابن عمر رضي الله عنهما في موقعة الحرة لما خرجوا على يزيد بن معاوية اعتزل الفتنة، وكان يقول: نحن مع من غلب، يعني الذي يتغلب نسمع ونطيع له. فإن قال قائل: هذا المتغلب كيف تقرونه وقد خرج وخالف الأمر الشرعي؟ قلنا: لا نقره على خروجه، ولكن إذا تغلب سمعنا وأطعنا له، وخروجه سيحاسب عليه يوم القيامة، ونحن أمرنا بطاعة المتغلب للمصالح الشرعية. يقول بعضنا: سمح له بالتدريس في مراكز الشرطة، فهل من المناسب تدريس هذا الكتاب لهم؟ نعم، الكتاب مناسب أن يدرس لكل المسلمين في كل المرافق، لأن هذا فيه تنبيه لهذه المسائل الشرعية، ولأن عرض الشرع لا فتنة فيه، لكن يحتاج من يبين للناس هذه المقاصد الشرعية، وأن هذه المسائل ترجع إلى أحكام شرعية، وأن هذا الأمر لا يرجع إلى هوى، وإنما يرجع إلى أصول شرعية متى ما عرفها المسلمون صلح حالهم، لأنهم يستقيمون على شرع الله. يقول: لو حصلت مصلحة بسبب المظاهرة فهل نفرح بها أم كيف؟ هذا يعني أمر ممتنع، أن تحصل مصلحة بالمظاهرات. ولكن حتى نكون دقيقين، يمتنع أن تحصل مصلحة راجحة بالمظاهرات، يمتنع أن تحصل مصلحة راجحة بالمظاهرات. والشرع يمنع يعني الدخول في شيء ولو تحققت به مصلحة ما لم تكن راجحة. وذكر العلماء في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجوز ارتكاب أخف الضررين، ويجوز العمل لتحقيق أعظم المصلحتين. فالمظاهرات ليس فيها مصلحة راجحة، وفي أكثر الأحوال ليس فيها مصلحة أصلا. فلو قارنت بين المصالح التي يدعيها هؤلاء بالمظاهرات مع المفاسد لعلمت أن المفاسد يعني ترجح بهذه المصلحة. مثال ذلك: تظاهر أناس في بلد من أجل المطالبة بزيادة الراتب، استجاب الحاكم وزاد الرواتب، قالوا حصلت مصلحة. وش المصلحة؟ زاد الراتب. طيب، هذه المسألة: خرج أناس يطالبون بزيادة الرواتب، استجاب الحاكم، ما الذي سيوجد عند الناس الآن، عند عامة الناس؟ سيتقرر في قلوبهم، وأيضا يتقرر لديهم أن هذا الحاكم متى ما خرجنا عليه سيستجيب لنا.
بعد ذلك سيخرج ناس يقولون نحن نريد جواز يعني خروج المرأة متبرجة حرية، سيخرج ناس من أهل البدع يقولون نحن نطالب بحقوقنا الدينية، نريد حسينيات ونريد أمور لأهل البدع، سيخرج النصارى يقولون نريد كنائس، وكل أصحاب فتنة سيتظاهرون من أجل تحقيق مطالبهم. إذن أين المصلحة في زيادة الرواتب مع هذه الفتن التي ستلحق الأمة؟ وهذا الأمر ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم بعض الناس قالوا نحن نخرج أهل صلاح وخير نطالب بالتغيير والإصلاح لمصلحة الشريعة. قال لهم الشيخ رحمه الله أنتم لو خرجتم واستجاب لكم الإمام والحاكم سيكون الطمع بعد ذلك لكل أصحاب فتنة، سيخرجون مثلكم، سيخرج بعدكم أهل البدع، سيخرج أهل الفسق، كل يطالب، وهذا شيء معروف. يعني خرج الطائفة من أجل زيادة الرواتب، والله ما ينتهي الأمر حتى تخرج 100 فرقة تتظاهر في الأسواق كل يريد تحقيق مطالبه. بعد ذلك من الذي سيعيد هؤلاء؟ من الذي يضبط الأمن؟ فإذا هنا يتبين أن هذه المظاهرات لا خير فيها، ولو ظن هؤلاء أنها تحققت بها مصالح فإن المفاسد المترتبة عليها أعظم بكثير. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل المتظاهرون ينطبق عليهم وصف الخوارج؟ المتظاهرون إذا خرجوا وهم يعلنون منازعة الإمام وما يسمى بالضغط على الإمام هذا من الخروج، لأن العلماء ذكروا أن الخروج يكون بانتهاك حرمة الإمام، ولهذا قالوا أن أول من خرج على عثمان رضي الله عنه رجل قال له يا نعثل، كلمة يعني يطلقونها على عثمان رضي الله عنه على سبيل الذم، فيقولون هذا أول من خرج على عثمان، رجل قال كلمة. فالفتن الآن أول من يثير الفتن رجل واحد، كلكم يعرف الآن ما يسمى بالفتن هذه يسمونها الربيع العربي، وهي الفتن. من أول من أثار هذه الفتنة؟ رجل واحد خرج في تونس حرق نفسه، تظاهر الناس من أجله وطالبوا المطالبات وأبعد الحاكم كما ذكرت، يعني الناس بعضهم يقلد بعضهم بعضا، لما حصل في تونس تحرك في الدول الأخرى، وكل دولة أصبحوا يطالبون بالتغيير بهذه الطريقة. أنا أخشى أن يكون هذا الرجل الذي حرق نفسه ومات وهو قاتل نفسه يتحمل إثم هذه الفتنة الآن في بلدان المسلمين. انظروا إلى العبر، من الذي أثار هذه الفتنة؟ رجل واحد. بعض الناس يقول هذا في تونس، في تونس لكن أخباره في أصقاع الأرض، خرجت الفتنة في ليبيا، في مصر، في اليمن، في سوريا، كم قتل بسببها وكم أثيرت فتن. هذا نخشى أن يتحمل إثم هؤلاء. فهذه عبر، دائما أقول خذوا العبر من الناس، فالسعيد من وعظ بغيره. هذا الرجل لا يدري إلى الآن متى ستنتهي هذه الفتن، سيتحمل إثمها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فبعض الناس لديه جهل، يظن أن المسألة مسألة مظاهرة، مسألة رجل حرق نفسه يقول أنا قتلت نفسي، وش اللي يترتب عليها من الفتن؟ رتب عليها من الفتن أن أصبحت قدوة للناس في الشر، ويتعاقب الناس على هذا الفعل حتى لا يدري متى ترتفع الفتن. أنا قلت لبعض من يدعو إلى البدع، قلت الجهمية تراها مقالة رجل، المعتزلة مقالة رجل، اعتزال مقالة رجل، الأشعرية مقالة رجل، الباطنية مقالة رجل، كم من أهل البدع الآن ينتسبون، الرفض مقالة رجل. فالعاقل يتعظ، لا تقل كلمة فستكون فيها رأسا يوم القيامة، لا تدري كم يتبعك على هذه الفتنة، قد تكون رأس لفرقة يعني تظهر في الأمة ويتبعك ملايين البشر.
خاصة الآن مع النشر، تقول الكلمة تنشر في كل مكان، سيتبعك الناس، تخرج الفرقة، تموت، تبقى الفرقة بعدك، تدعو إلى الضلال، ستحاسب عنهم يوم القيامة. هذا الذي يجعل العاقل يمتنع من الفتن ويفر منها، حتى لو أنه مات على أصل شجرة وهو عاض على أصل شجرة فرارا من الفتن، خير له من أن يكون رأسا في الفتن. يقول السائل: إذا ظهر من الإمام الكفر البواح، فهل يلزمنا طاعته في غير المعصية حفاظا على المصلحة العامة؟ سيأتي التنبيه على هذه المسألة، وهو عندما يصدر من الحاكم الكفر البواح ما هي الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين المؤاخذ والآثم في النتيجة؟ المؤاخذ الذي أوخذ بقصده ولم يفعل، والآثم هو الذي شارك غيره في الإثم وفي المعصية، فهذا قد يؤاخذ بقصده ولكن لن تكون مؤاخذته كالذي فعل، والآخر مؤاخذ بقصده وفعله. نعم. هل مدير المدرسة أو المعهد داخل في مسمى الأمير أو الإمام الذي لا بد طاعته في معروف؟ نعم، لأن الإمامة والسمع والطاعة للإمام يدخل فيها السمع والطاعة لكل من ولاهم من الأمراء والمدراء والمسؤولين، وإلا ستكون فوضى، يقال ما في طاعة إلا للحاكم، الحاكم قد تموت وأنت ما رأيته إلا في الصور، لن يأمرك بأمر ولن ينهاك عن شيء، لكن هناك مدراء وهناك رؤساء أقسام وهناك رؤساء مناطق وهناك مسؤولين، هم الذين يباشرون هذا الأمر، فتسمع لهم وتطيع، لأن الحاكم أمرك بالسمع والطاعة لهذا. نعم. شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، هل انقلاب الشعب على الحاكم تحت راية رجل واحد يعتد ذلك من نوعية طريقة شرعية، أي من باب القهر والاستيلاء؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للأمة أن تخرج على الإمام ولو كانت تحت قيادة رجل واحد، فنحن لا نقر هذا الفعل. لو جاء رجل وقال: أنا الناس معي كلهم، ما بقي أحد ليس على رأي إلا الحاكم هذا فقط، والناس كلهم معي، هل تقرون هذا؟ نقول: لا، لا نقر، لأن هذا حاكم يسمع له ويطاع ولا يجوز. لكن خرج هذا الرجل على الحاكم واستولى على الأمر ودانت له الأمور، نسمع له ونطيع بالغلبة، فنفرق بين أصل فعله وبين ما انتهى إليه أمره. نعم. ذكر بعضهم أن نصوص طاعة ولاة الأمر خاصة بمن يحكم شرع الله ولا تنطبق على من يحكم القانون الوضعي، وذكروا تعريفات العلماء لولاة الأمور، فما رأيكم في ذلك؟ رأيي أن هذا هو قول الخوارج، هذا قول الخوارج. الخوارج الآن هل ينازعون في السمع والطاعة للإمام الذي يحكم الشريعة؟ ما في أحد من الخوارج يقول يجوز الخروج على الحاكم الذي حكم الشريعة، ما حد قال بهذا من الخوارج، لكن النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج في هذه المسألة. الحاكم إذا أقام الشريعة يجب السمع والطاعة له بإجماع الأمة من الخوارج ومن أهل السنة ومن أهل البدع، لكن الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم أنه إذا خالف الشرع وخالف أمر الله عز وجل، والنصوص بينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون منهم وتنكرون، وقال الصحابة: كيف إذا ولي علينا حكام يعني يطالبوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. كيف يقال إنما السمع الطاعة إذا استقام على الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون أمراء نعرف منهم وننكر، ويقول: من كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. ما معنى هذا؟ ويقول: لا إلا أن تروا كفرا بواحا، ما معنى هذا؟
يعني يجب عليكم السمع والطاعة مع وجود البدع غير المكفرة والمعاصي وسائر المخالفات إلا أن تروا كفرا بوحنا. هذا حد شرعي، تسمع وتطيع إلا أن ترى كفرا بوحنا. هذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يتكلمون إما أنهم جهلة ما وقفوا على هذه النصوص، أو أنهم أصحاب فتن. النصوص بيّنة، هذه ليست اجتهادات عالم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه سيكون أمراء ويغيرون ويبدلون، وأنكم تنكرون منهم، وحصل في عهد السلف، في عهد الإمام أحمد، يعني الخليفة العباسي المأمون، ثم بعده المعتصم، ثم الواثق، ثلاثة من الخلفاء وهم يقولون بخلق القرآن. خلق القرآن، القول بأن القرآن مخلوق، ما حكم هذا؟ كفر، كفر بين بواح. لكن ما الذي منع الأئمة من الخروج على هؤلاء؟ ضوابط شرعية أخرى كما سيأتي في هذا الأمر. فإذا السمع والطاعة لولي الأمر، وإن عطل بعض أحكام الشريعة وإن خالف في ذلك، نسمع ونطيع له في المعروف، ولا نطيعه فيما أمر به مما يأمرنا به من المعاصي أو ترك الواجبات. لكن كونه هو يخالف أحكام الشريعة ويأمرنا بالخير، نسمع له ونطيع في المعروف ولا نطيعه في المعصية، لكن هذا لا يوجب الخروج عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.